ورسالتي بقى الاخيره الحقيقه لرابطه الانديه المحترفه برئاسه النائب المحترم احمد دياب ولمجلس اداره اتحاد كره القدم برئاسه الاستاذ المحترم جمال علام. ما حدث من الكابتن عصام لا يليق بالكره المصريه ولا بعراقه مسابقه الدوري المصري ولا حتى بمنظومه التحكيم ولا بالكابتن عصام نفسه. على فكره منظومه التحكيم في مصر قدمت اسماء عظيمه جدا من اكثر من 80 سنه. واحنا عندنا حكام حكموا في بطولات كبرى في العالم. اتمنى انا سمعت قبل كده من رابطه الانديه واتحاد كره القدم ان هم طلبوا من رئيس لجنه الحكام ان هو يا جماعه ما يتكلمش يخليه في ودي والنهارده او امبارح كان ثاني مره يطلبوا فيها الطلب ده لكن الكابتن عصام من الواضح جدا ان هو يعني ما اعرفش يعني الكابتن عصام دايما بيخش في الموضوع بطرق خاطئه وواضحه جدا. انا قلت لحضراتكم بالاسماء بالارقام وعندي تفاصيل الموضوع واضحه معايا. اتمنى ان سواء كابتن عصام او كابتن مجدي رزق خشوا معايا على الهوا في قناه الاهلي يقول لي كل الكلام يا عم اسلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط. عشان بس حضراتكم تعرفوا مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول ولا روح مش عارف ايه ولا الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه. طيب احمد شاكر زميلنا برضو في يلا كوره كلمناه وقلنا له التصريح ده قال لك انا كلمت الكابتن عصام عبد الفتاح وبقول له ان ليك تصريح قلت فيه ان مفيش فار في مباراه الاهلي قال لا انا ما قلتش هذا كلام بس ادي التصريح اللي قاله زميلنا احمد شاكر دلوقتي. عموما انا بجيب لحضراتكم الكلام اللي اتقال هنا والكلام اللي اتقال هنا وعلى الجمهور ان يحكم ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه.